الله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكفى وسلم على النبي الذين اصطفى وسلم على النبي المجتبى، أمين المصطفى على صحابتي الكرام وآل بيتي العظام المستكملين الشرف. وبعد، إخوتي الكرام، ما زلنا مع الكلام على مكة، الله جعلها حراما آمنا، وحديث لو حجنا البيت ولا اعتمرنا بعد خروج يأجوج ومأجوج. وأيضا عائشة كانوا يصومون عشراء قبل أن يفرض رمضان، وكان يوما تستر فيه الكعبة، فلما فرض الله رمضان قال من شاء يصوم ومن شاء فليتوب. المقصد ليس من هذا الحديث الكلام على الصيام، المقصد من هذا الحديث هو الكلام على سترة الكعبة، أن الكعبة تستر. وأيضا مدار الأحاديث بأسرها على خراب البيت، بيت الله الحرام، وهذا إذا يعني أذن الله برحيل الدنيا بأسرها وبإفول الدنيا بخراب المسجد الحرام، وهو ينقض حجرا حجرا، وهذا كله بعد سريان السريان على كتاب الله جل وعلا يرفع من الصدور ومن السطور، وتنقض الكعبة حجرا حجرا لا تبقى. وروي عن علي مرفوعا قال الله تعالى: إذا أردت أن أخرب الدنيا بدأت ببيتي فخربته ثم أخرب الدنيا على إثره. والحديث فيه ضعف شديد، بل قال بعض العلماء هو ليس له أصل. عليكم السلام وبركاته. قال تعالى: يخربون بيوتهم بأيديهم. وإن الله قد منع الله جل في علاه الفيل وغزو مكة على من باب إرهاصات إلى مظاهر النبوة، وهي كانت علامة من علامات النبوة. عليكم السلام وبركاته، وهي علامة من علامات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن يخرب أو تخرب الكعبة على يد الحبشي، نعم، على يد الحبشي الذي وصف النبي صلى الله عليه وسلم أنه أفجح أو أفحج الساقين، وينقضها حجرا حجرا ثم يستخرج كنزها وأخذه. عليكم السلام وبركاته. قال الله تعالى: إذا أردت أن أخرب الدنيا بدأت ببيتي فخربته ثم أخرب الدنيا على أثره. والحبش من السودان، الحبش من السودان، وهم قوم فيهم ورد في رواية، وإن كانت الرواية يعني فيها ضعف شديد. عليكم السلام وبركاته، أرجو أن تكوني في خير صحة وعافية الآن، وطال من آلك يا سمية. حديث سفيان عينة أن الرسول قال: لا خير في الحبش إن جاعوا سرقوا وإن شبعوا زنوا، وإن فيهم حسنتين: إطعام الطعام والبأس يوم البأس. وهذا الحديث لم يصح، كما قلت قد قال بعض العلماء أنه موضوع حديث لم يصح، لكن الذي ينقض الحبشة كما ورد وساقه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه وارضاه مرفوعا: كأني به أسود أفحج ينقلها حجرا حجرا، يعني هو أصالة معيب وله ما له من النقص، ولذلك يتجرأ على بيت الله الحرام فينقضها حجرا حجرا. حفظكم ربي، أحسن الله إليك أبا يوسف. فالمسألة هنا دائرة على تخريب الكعبة، وتخريب الكعبة أمر واقع، سنة كونية، وأن الله جل في علاه إذا أراد إقامة الساعة فإن الساعة لا تكون إلا على شرار الخلق، لا أحد يقول الله الله، ثم يتجرأ السود على الكعبة فينقضها أسوأهم حجرا حجرا، ثم يستخرج بعد ذلك كنز الكعبة نسأل الله جل في علاه أن يحفظها وأن يحفظ البلاد المقدسة جميعا، اللهم أمين رب العالمين. وحديث عائشة معناهم أن المشركين كانوا يعظمون الكعبة قديما بالستور وكسوة الكعبة، قلنا هذا هو المقصود من هذه الرواية. وقال إسماعيل: جمع أبو عبد الله في بين حديث عقيل وابن أبي حفصة في المتن، ولم يبين حديث ستر الكعبة في حديث ابن أبي حفصة وحده ثم ساقه، وحديث عقيل ليس فيه ذكر الستر ثم ساقه بدونه. قال: فإن كان أراد بيان اسم الكعبة التي تذكر في الآية فذاك، وإلا فليس ما في الباب من الترجمة في شيء.
ولعل البخاري أراد أصل الحديث على عادته لأنه أراد الشاهد. تتعلمون أن البخاري يأتي بالأحاديث ما يريد كل الحديث، يريد الشاهد فقط من الحديث ويظهره ويبينه. يعني هذا 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 مراد الإمام البخاري، أنه يستشهد بجزئية الحديث فيأتي بالجزئية فقط. ولذلك يمكن هذه من الفوارق التي فرق فيها المغاربة بين صحيح البخاري وصحيح مسلم، وقدموا صحيح مسلم على صحيح البخاري، قدموه في هذا الباب أنه أن البخاري يقطع جدا الحديث. ما فهموا أن الحديث أن البخاري يقطع لموافقة الترجمة لغوص البخاري في المسائل الفقهية. يقطع بمعنى شيء، يقطع يعني يأتي بوجه الشاهد الذي يريده من الحديث ولا يأتي بكلية الحديث. نعم. يأتي بجزئية الشاهد فقط. يعني هو أراد مسألة فقهية معينة وعنوان عليها، بوب عليه وأعطى الترجمة ترجمة الباب، فيأتي بوجه الشاهد أو الشاهد فقط من الحديث الذي يعني يريد، هو هذا فقط سؤال الذي يفعله الإمام البخاري. نعم. وهذا هذه كما قلنا يعني نهاية الباب على أن نهاية الدنيا بأسرها آخرها تخريب الكعبة، وتخريب الكعبة هذا سيكون بعد يأجوج ومأجوج. تعلمون يأجوج ومأجوج يخرجون وعيسى عليه السلام. المسألة مسلسلة هكذا أنه بعدما ينتصر، طبعا تعلمون بأن الروم سيغدرون، يعني هم يقولون الهرمجدون، الأمر مسلسل، ستكون المعركة الكبرى الهرمجدون، سيكون فيها خيانة بعض المنافقين، وطبعا يتحد أهل الإسلام مع الروم فيقاتلون جميعا عدوا مشتركا فينتصرون، فيقوم رجل فيقول انتصر الصليب ويرفع الصليب من هذا الذي معهم. شوف الدين كيف يتحرك في القلوب دون 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 ان يستشعر، مع انه معاه صف لصف وغنموا معا، لكن لما فعل ذلك غار على دينه فقام فقتله. لما قام فقتله فانحازوا الى فئه المسلمين، فجاءوا تحت 80 رايه، تحت كل رايه 12,000 جندي، خيانه عظمى. ثم قالوا للمسلمين نحن ما جئنا لقتالكم، ائتونا بمن قتل منا وسبب منا. قالوا اخواننا لا ندعهم لكم. هنا الولاء والبراء، وهذا نتكلم فيه هنا الان، مساله الولاء والبراء ومساله النزول تحت رايه واحده. فلما قالوا ذلك وقف المسلمون فقالوا لهم اذا نشترط شرطه، فاشترط شرطه على الموت فنزلت فقاتلت حتى كادوا يتفانوا ولم يحرز أحد النصر، فرجعوا ثم اشتروا شرطة أخرى على الموت فنزلوا فقاتلوا، فأيضا رجعوا ولم يعني ينحاز النصر لواحد من الفرقتين. ثم جزاكم الله خيرا رضي الله عنكم. فلما قال ذلك قالوا لهم إذن الجميع انزلوا وقاتلوا حتى نصرهم الله جل وعلا. نعم. فنصرهم الله جل في علاه. فلما نصرهم الله ويعني انتعشوا بالنصر، صرخ الصارخ إن الدجال قد خرج في ذراريكم، فانشغلوا عن النصر وعن الغنائم وعن كل شيء بالدجال. وينزل عيسى المهدي يصف الصفوف، وأراد أن يصلي فينزل المهدي على جناح ملك ويعرفه بوصفه المهدي، فيقول تقدم يا روح الله. قال لا، إمامكم منكم تكرمة الله لهذه الأمة. بعدها ينحاز المؤمنون مع عيسى عليه السلام، فيذهب إلى الدجال، ويكون الدجال انحاز إلى 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 دمشق، إلى إلى فلسطين، يعني في منطقة هناك باب لد، عند باب لد. والخبيث إن استشعر بعيسى عليه السلام انماع كما ينماع الملح في الماء، فيقتله عيسى عليه السلام. فإن قتله عيسى أوحى الله لعيسى انحاز بالمؤمنين إلى جبر الطور، فإني أخرجت خلقا لا أحد يدان لهم، ما في قوة بأحد لهم، وهم يأجوج ومأجوج، اللهم أمين، وهم يأجوج ومأجوج. فعيسى يرفع يديه ويرفع المؤمنون يدهم، طبعا مأجوج ومأجوج يمرون على بحيرة طبرية، الأولون يجعلونها يابسة، الآخرون يقولون هنا أثر ماء، كان في أثر ماء، البحيرة بأسرها، وما يتركون أخضر ولا يبس، حتى أنهم يفتنهم الله بأنهم يضربون الرمح إلى السماء، فيفتنهم الله فيرجع بالدماء، فيقولون قضينا على أهل الأرض
وقتلنا أهل السماء. نعم. فتلهم الله. فبدعاء عيسى عليه السلام ودعاء المؤمنين الله تعالى يبعث النغف فيقتلهم الله جل في علاه، يقتل أجوج ومأجوج حتى أن الوحوش ستسمن من لحوم يأجوج ومأجوج. بعدها يحج البيت، يحج عيسى عليه السلام ومن معه، ثم يخرج ذو الصغيقتين فيخرب الكعبة. أولا تأتي الريح التي تأخذ كل مؤمن وتبقي كل كافر، كل مؤمن أصابه الريح تأخذه فيموتون، ثم ما يبقى إلا أهل الكفر، وما يبقى في الأرض أحد يقول الله الله. فيأتي ذو الصغيقتين من الحبشة وينقض الكعبة حجرا حجرا. وانظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال اتركوا الترك ما تركوكم واتركوا الحبشة ما تركوكم. مشكلة الحبشة هذا يعني الصين والسودان، الزول ها طبعا الزول رئيس في هذا الباب، الزول ومن معه فيه. أقصد وقال اتركوا الحبشة ما تركوكم، اتركوا الترك ما تركوكم. فينخذ الكعبة حجرا حجرا ويسرى على كتاب الله جل وعلا، لا يبقى منه شيء لا في السطور ولا في الصدور. وهنا الدنيا لا يكون فيها أحد يقول الله الله. هنا ريح طيبة تأخذ كل مؤمن، عيسى ومن معه، كل المؤمنين سيموتون في هذا الباب. نعم. فتهدم الكعبة بعد ذلك. الفوائد المستنبطة: الإخبار والمغيبات علامة من علامات النبوة، الإخبار والمغيبات علامة من علامات النبوة من سنة ستر الكعبة، لأن النبي أقر ذلك. انتهاء الدنيا بإخفاء الدين، انتهاء الدنيا بإخفاء الدين. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا، ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا، فذا فقون كسقيا الماء كانا وتلك عقيدة السلف النقيا، وتلك عقيدة السلف النقيا. فأخلص لي ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق وضاح المحيي.